أهلا بك زميلتي مريم، وأهلا بكل مشاهدي قناة الشروق الإخبارية. إذن مباشرة من قصر الأمم، أين انطلقت فعاليات الملتقى الدولي لمنظمة محامية الجزائر بالشراكة مع الفيدرالية الأوروبية لمنظمات المحامين. هذا الحدث الدولي الهام الذي سوف يستمر ليومين كان قد أعطى إشارة انطلاقه الأمين العام لوزارة العدل السيد محمد زجار بصفته ممثلا لوزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي. في كلمته الأمين العام لوزارة العدل كان قد تطرق إلى أهم المحاور والنقاط التي سوف يتم مناقشتها في هذا الحدث، أهمها موضوع الرقمنة والذكاء الاصطناعي. هذا الملتقى ينظم تحت شعار الذكاء الاصطناعي، الرقمنة، حماية المعطيات في التنمية الاقتصادية، ودور منظمات المحامين لضمان الأمن القانوني. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الملتقى معنا على المباشر الأستاذ خليل بن عباس، عضو منظمة محامي الجزائر. إذن أستاذ بن عباس، شكرا على هذه السانحة، لو توضح لنا المحاور الكبرى التي سوف يتم مناقشتها في هذا الملتقى الدولي اليوم وغدا. شكرا جزيلا على إتاحتنا لهذه الفرصة السانحة لإعطاء ولو بإيجاز هذه المحاور التي يبنى عليها هذا الملتقى الدولي الأول من نوعه، والذي يجمع بين منظمة محامي الجزائر التي تعتبر من أعرق المنظمات على المستوى القاري وكذلك على المستوى الدولي بحكم تاريخها المتجذر في عبر حقبات تاريخية معروفة تعود إلى سنة 1884. قلت بأن هذه المنظمة العريقة شاءت وأرادت بأن تكون فعاليات هذا الملتقى بالمشاركة مع الفيدرالية الأوروبية للمحامين. لماذا الفيدرالية الأوروبية للمحامين؟ لأن هذه الفيدرالية بحد ذاتها تجعل تحتوي أو تضم في كنفها أكثر من 200 منظمة محامين، وأنها تتربع على أكثر من 20 دولة أوروبية، ومنخرط فيها أكثر من 1,000,000 محامي. هذا الإطار القانوني الذي حاولت منه ومن خلاله منظمة محامي الجزائر لمحورة هذه المواضيع الهامة بما إن كان المواضيع هامة نظرا للتحديات التي أصبحت تطرح وتفرض نفسها على الجزائر على غرار جميع الدول. هذه التحديات التي أردناها نحن منظمة محامي الجزائر ومشاركة منا في تنوير وتذليل هذه هذا اللبس الذي قد يكون حول هذه المحاور، أخص بالذكر الرقمنة والذكاء الاصطناعي وكذا حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. هذا المحور الأول، هذا هو المحور الأول الذي سيحظى به الملتقى الأول الدولي الأول في يومه الأول، وستطرح فيه عدة إشكاليات التي أصبحت اليوم يتدارسها الأخصائيين منهم القانونيين ورؤساء المؤسسات الاقتصادية وكذلك كل الفاعلين، أقول كل الفاعلين التقنيين في على هذا المستوى من 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 أقول على هذا المستوى من 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 الأهمية لهذه المواضيع. أقول لماذا الرقمنة ولماذا الذكاء الاصطناعي ولماذا حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. هذه الخصوصية هذه المواضيع تكمن في خطورة الأضرار التي قد تحدثها لكافة المستعمليها، يقول بك مستعملي الوسيلة التكنولوجية وهي الإعلام الآلي وشبكات التواصل الاجتماعي. أقول بالضبط يعني كاين هنالك بعض المخاطر التي قد تصيب أو قد تنجر عن سوء استعمال هذه الوسائل بكلها. المعطيات الشخصية هي في حد ذاتها مكمن الخطر. لماذا؟ أين تدرج هذه المعطيات؟ يجب أن نفهم بأن هذه المعطيات
تكون خزانا لأسرار قد تكون قد يعد اختراقها هو اختراق لأمن دولة أو حتى سلامة التراب الوطني. الجزائر في تحدياتها وتحديات السيد رئيس الجمهورية في أنه سن سمح لسن هذه المشاريع لإحاطة هذا المجال أقول المجال الهام بما فيه من الأهمية بقوانين توضع الإطار الزمني والمكاني وحتى التشريعي لتطبيقها. في دراستنا في الدراسات أو في مختلف المحاور هذه التي تكون موضوع تدخلات لمختصين أجانب وجزائريين على حد سواء. لماذا؟ لأن حتى الكفاءة الجزائرية ستقوم بوضع تجربتها التي تعتبر من التجارب الرائدة في هذا المجال، ولهؤلاء الأخصائيين للدولة الجزائرية أن تحظى بالعناية بهم حتى يكون للجزائري السلامة والحصانة القانونية يعني التطبيق الصحيح للقانون. المحور الثاني وهو من المحاور التي تبلغ من الأهمية ما إن كان، يعني تبلغ درجة الأهمية مثل تلك التي تدرس في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ أقول في مدرجات الجامعات الكبرى، هو موضوع الأمن القانوني ودور المحامين في تأمين الـ 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 أقول الاستثمار، تأمين الاستثمار بصفة عامة، وأخص بالذكر الاستثمار الأجنبي. المشرع الجزائري في 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 فيما سنه من تشريع أخص بالذكر القانون الاستثمار الذي حظي في 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 الأيام الأخيرة بتحيين أقول مثل ما هو الأمر بالنسبة للقانون رقم 2218، والذي وضع المعالم وضع هذه الضمانات للمستثمر الأجنبي حتى يتسنى له أن يستثمر بكل ارتياحية، وأنه حتى أنه ضمن له أن يكون كل نزاع يطرح على المؤسسات أو أقول الجهات القضائية يسبقه وسائل حل نزاع بديلة وهو ما يعرف بالتحكيم والمصالحة والصلح. وهذا هو الذي وهو الأمر وأقول بمربط الفرس فيما سيناقش في هذه الأيام من مواضيع شائكة وهامة من ناحية أقول التقنية ومن ناحية القانونية. أظن بأن للملتقى حظي برعاية السيد وزير العدل حافظ الأختام ومن ثم الدولة الجزائرية، وفي هذا الصرح الذي نحن متواجدين فيه وهو المثالية نقول لسيلة سيمبوليك لأن الدولة الجزائرية تحيط بالحماية وتحيط بالعناية لكل من يريد الأمان والسلامة والحصانة للشعب الجزائري ومن ثم للدولة الجزائرية والمنظمة المنظمة المحامين الجزائر في مساعيها هي الفاعلة والشريك الأساسي لمختلف المرافق الدولة لا سيما المرفق الهام والأساسي وهو مرفق العدالة، فنكون أمام تحدي أكبر وهو للمضي قدما نحو تحسين وتنويع في مختلف مجالات القانون التي تمس مختلف مجالات وقطاعات الاقتصادية منها والاجتماعية وخاصة منها القانونية. طيب شكرا لك أستاذ بن عباس. إذن زميلتي مريم للتذكير فقط فإن أشغال هذا الملتقى مستمرة إلى غاية يوم غد إن شاء الله. العديد من المحاور مثل ما تطرق الأستاذ خليل بن عباس وهو المكلف بالإعلام بهذا الملتقى، أهمها ملف الرقمنة الذكاء الاصطناعي وكذا حماية المعطيات الشخصية وقوانين الاستثمار أو القوانين التي تطمئن المستثمرين خاصة الأجانب بأن هذه القوانين ستكون يعني لن تتغير وسوف تضمن لهم كامل حقوقهم. إذن الأستاذ خليل بن عباس شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل والإيضاحات. عودة إليك زميلتي مريم، شكرا جزيلا.